وعبد الله شقرون هو ذلك الرجل الجوكر الذي يمكن ان يسهم بعطاءته في مختلف مجالات. والسبت غير هذا يعني هذه 15 يوم بالضبط كان حاضرا بكل ذهنه بكل قواه بكل مردوديته وايجابيته في اجتماع لاكاديميه المملكه المغربيه معنا في اطار لجنه الملحون، مقترحا مجموعه من الاراء نحو ممارسه فن الملحون بطرق مستقبليه. لم للاسف القضاء كان هو السيد الامر وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. نساله استاذنا عبد الله شكرون رحمته والمغفره والصبر الجميل لزوجتي الكريمه الاستاذه من رشيد وللابناء كافه وللشعب المغربي، لان فقد رجلا ساهم بالدرجه الاولى في صناعه الذوق الفني المغربي وقتها كانت هناك اذاعه واحده وتلفزيون واحد. انا اليه راجعون. فقد المغرب رجل من رجال الاداب والفن اللي رسخوا هذه الثقافه في الاذاعه تقريبا نص قرن او اكثر، وتربوا على يديه اجيال واجيال، ما نذكر شيء الاسماء ولكني اجيال كثيره اللي تربت على يديه فن الاذاعه والمسرح. كان استاذ ديال في مدرسه التمثيل، كان استاذ الالقاء. وبالنسبه للمسار ديالو كامين عام ديال الاتحاد الاذاعات العربيه أعطى الكثير 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 للبلاد، الله يرحمه ويوسع عليه.